الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدن، لا بد من خطوة إلى الأمام. كل شيء له سبب، لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. سؤال مهم نطرحه اليوم، يا ترى هل إذا فقدت الملكة أم الطائفة هل النحل يجمع الرحيق؟ هل هناك تواجد لسروح النحل في هذه الخلية؟ وكم مقدار هذا السروح؟ أم أنها تتوقف نهائياً عن السروح؟ سؤال نطرحه على الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء هذه المجموعة الطيبة، سعد الله أوقاتكم كل خير وسعادة أينما كنتم. أشكر باسمكم جميعاً الأستاذ حسن حسين على هذه الجهود الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته. كل ما تفضلت فيه أستاذ حسن حسين صحيح ولا يختلف عليه اثنان، فقدان الملكة لا يعطل الخلية عن العمل، هذا شيء موجود ومثبت على أرض الواقع. أما فقدان الملكة يؤثر على النحل؟ نعم يؤثر على النحل، يؤثر بكميات حجم السروح، ربما يؤثر ولكن ليس بالكم الهائل الذي كما يتوقعه الإخوان. يؤثر على جمع حبوب اللقاح؟ نعم يؤثر، وفي بعض الأحيان لا يؤثر. هذه أنماط وسلوكيات النحل. أما بخصوص أن يتم تقفيص على ملكة لمدة شهرين أو ثلاث، هذا قاتل، أو حتى أسبوع قاتل. أقفص على الملكة أضعها بجهاز الجنتر لمدة أسبوع مضطرا لإنتاج من هذه الملكة، كونها ملكة تمتاز بصفات عالية. أما أقفص عليها أسبوع وعشرين يوم وخمستاعش يوم حتى أنتج 2 كيلو من العسل زيادة، لعلها هذه الطريقة غير صحيحة، أبدا غير صحيحة. وكما يقال باللسان الموجود هون، عسى النحل ما جاب عسل إذا بدي أقفص على ملكة لمدة 20 يوم حتى تجيب لي 2 كيلو من العسل، هذا طريقة خاطئة. كل ما تفضلت فيه أستاذ حسن حسين، نعم النحل يجني الرحيق ويجني حبوب اللقاح، ولكن ما لوحظ بأنه يتوقف عنه أثناء فقدان الملكة هو البناء الشمعي فقط. أما حبوب اللقاح يجنيها، ربما تكون بكميات أقل ولكن يجنيها. ربما الرحيق، كميات النحل السارح ربما تخف بعض الشيء ولكن يحضر الرحيق. وعندما النحل يستشعر بوجود بيت ملكي أو عذراء داخل الخلية يعاود لعمله الطبيعي وكأن شيء لم يحدث، هذا شيء موجود ومجرب. ولكن الأفضل، الأفضل إذا قمت أنا أردت أن أقوم بالتقسيم وأسحب من هذه الخلية كانت على 20 إطار، أقوم بسحب 3 إطارات، يعني ستبقى هذا القسيم ضعيف. متى سيخرج هذا النحل ومتى سيصبح سارح ومتى سيتزداد قوتها؟ يعني الأفضل أن يتم التحييز على الملكة، إما بطريقة فنية وتم عرضها يا إخوان وجربوها، أو وضع الحاجز الملكي، وضعها على 4 إطارات 3 إطارات يحجز عليها، ويفضل أن تكون هذا الحاجز من جهة تواجد فتحة السروح، يعني 4 إطارات من جهة فتحة السروح يتم حجز الملكة هناك حتى النحل الذي يخرج ويدخل إلى هذه الخلية يأخذ من فرمانات الملكة. أما النحل يتوقف عن العمل، لا هذا غير صحيح، هذا أبدا غير صحيح وغير موجود أصلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، حياك الله أستاذ حسن حسين، وحيا الله بجميع الأخوان، وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. والله يا أخ حسن إنك تحدثت بكلمة تكتب بالذهب، هو لماذا النحل فقط لا يجلب العسل وإنما يجلب الماء ويجلب حبوب اللقاح؟ فقط العسل؟ طبعا كل ما يقال ذلك هو خاطئ، وكل ما تفضلت به هو صحيح. نعم ربما تؤثر على نشاط النحل، ف
فقدان الملكة، ولكن النحل لا يتوقف عن العمل. وأكبر مثال على ذلك نقول خلية متوقفة عن العمل، إذن هي واقفة لا تتحرك لا تعمل أبدا، لماذا الحضانة ما زالت على قيد الحياة؟ أليس قام النحل بجلب الرحيق من الخارج وإطعامها؟ لماذا العاملات الصغيرة في السن التي فقست عمرها يوم ويومين وأسبوع ما زالت حية؟ نقول أخذت من المخزون، والمخزون ما زال كما هو، ألا ينضب هذا المخزون؟ ألا يتم سحبه من قبل النحل؟ إذن الخلية تعمل، ولكن ربما يتأخر بعض الشيء من العمل، النشاط أو أوقات السرور. نعم هذا يعني ما في خلاف، أما أن تتوقف الخلية عن العمل هذا غير صحيح، ولو توقفت الخلية عن العمل لمات النحل كامل، يموت نحن يموت. حياك الله وجزاك الله كل الخير وبارك الله فيك، وأسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتك.